مواقف الإيمان، لأن مواقف الإيمان تبقى لصاحبها على مر الزمان، حروفا يسكن الإخلاص فيها، يراها القلب ملحمة المعاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع مواقف إيمانية ومع الجزء الرابع من أبحث عن إنسان. حيا ركزنا على الموضوع دوت، لأن فعلا هو ده شهر الخير والبركة. وكان النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان أجود من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. إذن فإحنا عايزين يعني نحفز النفوس على كثرة البذل والعطاء في هذا الشهر الكريم، عشان ربنا يكرمنا إن شاء الله، ونجبر بخاطر الفقراء واليتامى والمساكين. ربنا يجمعنا وإياكم على خير. وقلنا إن الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة قسم المواساة لست أنواع، فإحنا ذكرنا منهم المواساة بالمال، والمواساة بالجاه، والمواساة بالبدن والخدمة، والمواساة بالنصيحة، والمواساة بالدعاء والاستغفار، وآخر نوع من المواساة المواساة بالتوجع لهم. قلنا المواساة بالدعاء والاستغفار إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم: ما من مسلم يدعو لأخيه المسلم بظهر الغيب إلا وعنده ملك موكل. شوف دايما كل ما تريد الخير ربنا سبحانه وتعالى يصلك ثمرات فوق ما تتخيل عشان تستمر على فعل الخير. انت عايز تدعي لأخوك المسلم، سبحان الله، ربنا مش يصلك مثلا لو كان الجزاء من جنس العمل، انا بدعي لأخويا المسلم الفلاني فربنا يصلك 10 من المسلمين يدعو لك، لا 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 لا، اصلا 10 من المسلمين دولت كلنا اصحاب ذنوب ومعاصي، فممكن يعني يدعو الدعاء يعني سبحان الله، انما ربنا يصلك ملك من الملائكة هو اللي يدعي لك، والدعاء مستجاب، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يدعو لأخيه المسلم بظهر الغيب إلا وعنده ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. ولذلك كنا بنقول دايما اللي نفسه في حاجة، اللي نفسه ربنا يحقق له أمنية معينة، أو نفسه إن ربنا يرفع عنه يعني ابتلاء معين، يدعي بنفس الدعاء ده لأخ مسلم يكون حالته مشابهة ليه. فلان ده مريض وأنا مثلا مريض، فأقول يا رب إيش في أخويا فلان، فالملك يقول آمين ولك بمثل، فربنا يشفي الاثنين. فلان عنده ابتلاء معين، يا رب ارفع عنه البلاء، فيرفع البلاء عنه وعنك، وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنا. خير حضرتك كده وانت قاعد، أو وانت قاعدة بتقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. فكل مؤمن مش من أيام النبي عليه السلام، لا، ما هو في مؤمنين من أيام سيدنا آدم عليه السلام. فكل مؤمن على وجه الأرض وكل مسلم على وجه الأرض من أيام سيدنا آدم عليه السلام إلى يومنا هذا، سواء اللي عايش أو اللي ميت، ربنا يكتب لك بعددهم حسنات. شوف الأجر الكبير. بقول لك دايما دايما لو تلاحظ، وعايز حضراتكم يعني إيه تستقرئوا سنة النبي عليه السلام، هتلاقوا حاجات عجيبة قوي. هتلاقوا دايما إن الإنسان لو بيعمل حاجة فيها خير لنفسه فالأجر بتاعها محدود، ولو حب يعمل خير لغيره تلاقي الأجر لا حصر له ولا حدود. واضح كده؟ سبحان الله، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. أنت لما بتنفق بتنفق على نفسك؟ لا طبعا، بتنفق على الغير. فربنا يقول لك إيه؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، ومش 700 وبس، لا، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الله، وفوق ده كله كمان: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم، وبعدين ولا خوف عليهم، ده في الآخرة، ولا هم يحزنون من اللي سابوه في الدنيا. يعني الخير بيحوطك من كل ناحية لو حبيت تعمل الخير للغير. كتروا من الخير للغير، والله العظيم هتسعدوا قلوبكم، هتسعدوا، تحس بحلاوة الإيمان بتدب في قلبك يوم ما بتكرم اللي حواليك وتكبر بخاطر الناس اللي حواليك. أحيانا تبقى ماشي في الشارع تلاقي طفل بيبكي، مالك يا حبيبي بتبكي ليه؟ والله أصلا
زمايل عاملين بيلعبوا باللعب بتاعتهم وانا ما عنديش لعبه. طب ليه ما عندكش لعبه يا حبيبي؟ اصل انا بابايا ميت وانا ما عنديش اب، انا يتيم وما عنديش حد يجيب لي لعبه. شوف بقى لما تاخد الطفل ده كده وعلى اقرب محل تقوم قول له نقي اللعبه اللي انت عايزها يا حبيبي. انا عايز اللعبه دي يا عم. حاضر هاتها. عايز لعبه تاني؟ لا خلاص، لا نقي لعبه تانية. يقوم نقي له لعبه تانية وتدوم له. الطفل اليتيم ده فرح قوي والسعادة دخلت قلبه وبقى يعني بقى في قمة السعادة. أنا لو منك بقى في الوقت ده أقول له طب بص يا حبيبي، ممكن أطلب منك طلب بقى صغير خالص قد كده؟ أطلب يا عمو، أنا عايزك تدعي لي. مش عارف أدعي لك إزاي، يعني أقول لك إيه مثلا؟ يعني أقول لي يا حبيبي كده، يا رب اغفر لعمه، يا رب ارحمه، يا رب كلمه في الدنيا والآخرة. فهو بطفل بسجيته الطيبة الجميلة هيروح يدعي لك الدعاء ده. يا بختك بدعوة الطفل ده، طفل اليتيم ده احسب ان دعوته مستجابه ان شاء الله. يبقى من ضمن المواساه، المواساه بالدعاء والاستغفار، المواساه بالتوجع. انا عايز اخدم الناس اللي حواليا، ما عنديش امكانيات، ما عنديش فلوس ان انا اخدمهم، ما عنديش قدره، ما عنديش وظيفه كبيره، مانيش وزير ولا رئيس وزراء عشان اقدر ارفع سماعه التليفون واخدم ده وده وده. طب توجع لهم. في اكتر من كده؟ يعني لما يجي حد يحكي لك مثلا انا عندي المشكله الفلانيه او بيحصل لي كذا او كذا وكذا، فاقعد كده يعني حسسه ان انت متالم عشانه. شو بدي قول له؟ سبحان الله يا اخي، ربنا يرفع عنك البلاء، اسال الله سبحانه وتعالى ان يفرج همك. احساسك بوجعه بيخفف من وجعه هو، واخد بالك؟ لانك انت لو تجاهلته هو هيحس ان الوجع بيزيد اكتر. فلا يعني خد بالك من الموضوع ده. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول كما عند البخاري ومسلم: مثل المؤمنين في تودهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. سبحان الله. إيه أنواع المواساة تانية يا جماعة؟ المواساة بالزيارة في الله. المولى عز وجل يقول كما في الحديث القدسي الذي رواه أحمد بسند صحيح: حقت محبتي، وجبت محبتي. فدي حقت محبتي للمتزاورين فيا. انا راح ازور اخ في الله، راح ازوره ليه؟ اسال نفسك اي عمل يا جماعه يوم القيامه بينشر له ديوانان، لما وكيف؟ لما فعلت هذا الفعل؟ لجلب نفع ام لدفع ضر فعلته؟ وكيف فعلت هذا الفعل؟ هل على هدي حبيبك صلى الله عليه وسلم ام على هواك؟ تتسال السؤالين دول على اي عمل عملته. فانت اسال نفسك انا راح ازوره ليه؟ ده راح ازوره عشان في مصلحه عنده بعد 15 يوم، فانا بقدم بالزياره ديت وبوديله هديه كمان عشان لما اطلب بقى اللي انا عايز اطلبه بعين قويه. لا يبقى كده حرام عليك، يبقى كده ايه؟ يبقى الزياره دي مش لله. لا خليها لله، خليها لله، ودعك من المصالح، والمصالح ربنا هيقضيها لك وهيسرها لك وهيحنن عليك القلوب اللي تقضي لك المصالح دي كلها بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه السلام يقول يخبر عن رجل كما عند مسلم أنه زار أخا له في قرية مجاورة، فأرصد الله له ملكا على مدرجة القرية، فقال: إلى أين أنت ذاهب؟ قال: إلى أخي فلان. قال: ألا نعمة لك تربها علي أم لمصلحة بينك وبين، يعني في مصلحة بينك وبينه فعشان كده أنت رايح له؟ فقال له: لا، غير أني أحبه في الله، أنا رايح له عشان أنا بحب الرجل ده في الله. قال: فإني ملك من عند الله وقد أرسلني الله إليك لأخبرك أن الله قد أحبك لحبك إياه وقد أوجب الله لك الجنة. يبقى مجرد زيارة من واحد راح يزور واحد في الله، ولو مات في تلك الحالة لكان في سبيل الله. شوف قد إيه. وشوف بقى لما تكون انت بقى بتزور واحد زيارة في الله، حب لله سبحانه وتعالى، وشوف لما ربنا بيقول لك حقت محبتي للمتزاورين فيه. بس شفعنا كده بقى ان احنا ايه، نقضي حياتنا كلها يا جماعة برضو زيارته، ونعطل بعض ونشغل بعض، وبعدين يا بخت منظر وخفف، يعني ما بتروحش الزيارة تقعد من الصبح لحد بالليل، واخد بالك؟ يعني الانسان عمره ثمين ووقته ثمين. كان الامام ابن الجوزي رحمه الله رحمه واسعه كان يعني كان يقعد يقرا ويذاكر، ولما يجي له بقى ضيوف ثقلاء يقعدوا معاه بالثلاث اربع ساعات، كان يعني غصب عنه يعمل ايه؟ كان يقضي الوقت في بري الاقلام وفي تقطيع الاوراق وفي ملي ادوات الحبر وغير ذلك، يقول لك عشان الوقت ما يضيعش لان وقته غالي، واخد بالك؟ يبقى من ضمن المواساه المواساه بالزياره في الله، خصوصا يا جماعه لو كان انسان فقير. احيانا بتبقى عائلات يا جماعه، وبنتكلم بكل صراحه ووضوح، احيانا بتبقى عائلات فيها فرع فقير وفرع غني،
فتلاقي الفرع الغني بيتزاوروا ويحبوا بعض أو يزوروا بعض ويكرموا بعض، وتلاقي الفرع الفقير ده محدش يسأل فيه ولا يروح له. ليه؟ يعني أنت المفروض تبدأ بالفقير ده عشان تجبر بخطره وتجبر كسره، يعني وما تحسش بأنه فقير. وأنا بقول يعني اقتراح برضو من ضمن اقتراحات المواساة، هب إن عائلة معينة، العائلة دي مكونة مثلا من 20 أسرة، فيهم أسرتين فقراء، إيه المشكلة إن 18 أسرة الأغنياء التانيين كل 9 أسر منهم يتجمعوا مع بعض ويكفلوا أسرة من الأسر الفقيرة ديت، ويرفعوا قدرهم، يقعدوهم في شقة كويسة، ويجيبوا لهم عفش كويس، ويدفعوا لهم مرتب كويس عشان يعيشوا في عيشة كويسة، ويحسوا إن هي فعلا عيلة متألفة ومتماسكة. إيه المشكلة؟ إيه اللي هينقص؟ أنت ما سمعتش كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ 3 أقسم عليهن، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح. وأول حاجة أقسم عليها النبي، والنبي مش محتاج يقسم صلى الله عليه وسلم فهو الصادق الأمين، يقول 3 أقسم عليهن. أول حاجة ما نقص مال من صدقة. ما تخافوش، أنت كل عائلة من العائلات ديت 9 عائلات 9 أسر هينفقوا على أسرة، كل أسرة لو دفعت 100 جنيه بقوا 900 جنيه، قعدوا في شقة كويسة وادوله مبلغ كويس يقدر يأكل ويشرب ويعيش زيه زي أي ناس. وفي الوقت ده تستل الحقد اللي موجود في قلوب الناس. ولذلك أفضل الصدقة شو بدي على على يعني على ذي الرحم الكاشح. الحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. ذي الرحم الكاشح ده اللي هو عارف قلبه مليان غل وحقد على قرايبه، قرايبي سافروا مش عارف فين وجابوا فلوس وبنوا عمارات و وانا اللي قاعد في الفقر اللي انا فيه ده. فانت لما تروح تتصدق عليه، وخد بالك انت لما بتتصدق على واحد قريب ليك فتتحسب لك صدقتين، تحسب صدقه وصله كما اخبر النبي صلى الله عليه واله وسلم، يبقى انت كده بتستل الحقد اللي جواه وبتقرب ما بين العائلات وبتحببهم فيك، وعلى الاقل بدل ما يدعي عليك هيدعي لك. يعني بدل ما يقول اشمعنى هو اللي ربنا كرمه، اشمعنى اشمعنى، على الاقل لما يلاقيك بتنفق عليه وبتكرمه هو فعلى طول يدعي لك ربنا يكرمه ويوسع عليه، ربنا يا رب يبارك له في اولاده. يا سبحان الله، تنقلب العداوه الى محبه بفضل صدقه بسيطه جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب، من ضمن المواساه عياده المريض، زياره المريض حبيبك صلى الله عليه وسلم. وزي ما قلت لك دايما كده اي حاجه فيها خير للغير والله العظيم يا جماعه يعني بتلاقي الاجر بتاعها غريب جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح: ما من مسلم يعود مسلما يعني يزور مسلما غدوة بالنهار إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن زاره عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. الله، يعني حضرتك لما تروح تزور مريض الصبحية 70,000 ملك يصلوا عليك حتى تمسي، حد بالليل، ولو رحت تزوره بالليل يصلوا عليك 70,000 ملك لحد ما تصبح، وكان لك خريف في الجنة. تخيل حضرتك الأجر والخير اللي ممكن تتحصل عليه من وراء هذه الزيارة البسيطة. ويا حبذا بقى لو تزور الصبح وبالليل عشان يبقى 140,000 ملك بيصلوا عليك 24 ساعة. الله أكبر. ولذلك سبحان الله بقول يا جماعة خصوصا في الوقت الحالي، زوروا المستشفيات وحاولوا على قد ما تقدروا دخلوا الفرحة والسعادة على المرضى. المريض ده بيبقى قاعد عيني قلبه مكسور مستني حد بس كده يخش يسلم عليه. مرة كنت في زيارة لإحدى المستشفيات ولقيت واحد عيني بيبكي كده، فلما قربت منه وسلمت عليه وبدردش معاه تخيلوا فوجئت عيني إن الرجل ده فقير، فرع فقير في عيلة ومحدش بيسأل عليه وهو مرمي في المستشفى بقاله 2 شهر. بيقول لي ولا واحد من قرايبي سأل فيه، ويقول لي واشوف الناس حواليا ده بيزور اخوه وده ابوه وامه وده واخواته وده اولاده وده مش عارف ايه، قال لي وانا محدش زارني خالص ومرمي عيني في المستشفى. تخيل بقى ده لما يلاقي واحد غريب داخل بيقول له السلام عليكم، شفاك الله وعافاك، لا بأس طهور إن شاء الله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، والله يا أخي أنا جاي أزورك زيارة في الله كده خالصة لوجه الله، ما أناش عايز أي حاجة خالص، ودي هدية بسيطة إن شاء الله حتى كيس فاكهة يا أخي ب5 جنيه ولا ب10 جنيه. لا تتخيل مدى السعادة اللي أنت بتدخلها على قلب مسلم في مثل هذه الحالة.
ولذلك أنا أذكر موقف عجيب جدا حصل معي أنا شخصيا. كنت في زيارة لمستشفى 57 مستشفى سرطان الأطفال، ربنا رب يشفي الجميع يا رب العالمين ويحنن قلوب المسلمين أنهم يتبرعوا لهذه المستشفى المباركة. المهم فوانا هناك فكنت رايح زيارة مع إحدى القنوات، وكانوا كان في رجل أعمال ربنا يبارك فيه ويوسع عليه رب العالمين وجميع المسلمين، كان واخد 150 لعبة هدية لكل طفل، يعني كل طفل لعبة فواخد ل 150 طفل. وفي نفس الوقت قالوا لي يعني ايه ندخل السعادة على الأطفال، نخش كده برضو كل طفل هيسلم عليك وتصور معاك وكده يعني ندخل فرحة. قلت له ما فيش مشكلة يا ريت والله. فرحت هناك، فلما وصلت هناك سبحان الله فالمدير رجل في منتهى الذوق وطلع معايا أخ المساعد بتاعه قال له يعني خلي الشيخ محمود يخش على كل غرفة يسلم على الطفل ويصور معاه صورة ويدي له الهدية ونشوف الغرفة اللي بعدها وهكذا. فمشينا وقعدنا نوزع الهدايا على الأطفال في هذه المستشفى. فالأخ اللي معايا اللي هو بيوريني الأماكن في المستشفى نخش الغرفة نسلم على الطفل وندي له الهدية ونتصور معاه. فجي عند غرفتين وراح قال لي طب نعدي يا شيخ. طبعا كل غرفة خد بالكم مكتوب على اسم على الغرفة اسم الطفل المريض واسم الطبيب المعالج. فأنا عديت مش واخد بالي، أنا ظننت ما فيش حد في الغرفتين دولت. وبعد ما عديت بسأله بقول له هو ما فيش حد في الغرف دي؟ قال لا يعني ما فيش مشكلة بس عشان. قلت له لا أنا بسألك سؤال واضح، ما فيش حد في الغرف دي؟ قال لي فيه بس أنا مش عايز أسبب لك حرج. قلت له حرج ليه؟ قال لي أصل الأطفال اللي في الغرفة دي مش مسلمين. قلت له سبحان الله يعني نصارى مثلا يعني؟ قال لي اه. قلت له ايه المشكلة؟ ده النبي صلى الله عليه وآله وسلم زار غلام يهودي، والحديث رواه البخاري يعني عشان ما حدش يقول الحديث ضعيف، حديث رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم زار غلاما يهوديا وقال له يا غلام أسلم، فالغلام خاف من أبوه فأبوه قال له أطع أبا القاسم، فنظر الغلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمسح النبي على لحيته وابتسم وقال الحمد لله الذي أنقذه من نار جهنم. الله أكبر. فقلت له لا لازم نرجع نروح لغرفتين دول. فدخلنا فخبطنا على أول غرفة، فتحت أم الطفل سلام عليه يعني سلمنا على الموجودين. طبعا وخد بالك من حاجة، يجوز أن تلقي السلام على من عرفت ومن لا تعرف، فإن كان اللي موجود مش مسلم خد بالك بقى فيجوز، لو كان في مسلمين وغير مسلمين يجوز أن تلقي السلام بنية المسلمين الموجودين. طبعا كان معايا ناس مسلمين خد بالك، فعشان تقدر تداري الموضوع المسلمين دول دخلوا الغرفة علشان يشوفوا الطريق فدخلنا ألقينا السلام بنية المسلمين الموجودين وخد بالك، لأن طبعا ده عشان بعض الناس ممكن يقولك إيه أصدق بيتعارض مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقيتم أهل الكتاب فلا تبدأون بالسلام، فأنا عشان كده بوضح لك إيه الإشكالية دي. فدخلنا وسلمنا على الناس وبعدين فوجئت لقيت ام الطفل بتعيط. فبقول لها خير يا حاجه بتعيطي ليه؟ قالت لي والله يا شيخ محمود انا شايفاك وانت جاي من اخر الطرقه وكنت واثقه ان انت مش هتيجي تزور ابني عشان ابني مش مسلم. قلت لها مين اللي قال لك كده؟ ده هو قدر الاخ المشرف وهو معدي. طبعا ما رضيتش اقول لها ان هو قال لي عدي وما تخشش وكده وقال لك ان هيبقى بسك عليها تخلص عليه. فقلت لها لا ده هو بس الاخ ما خدش باله فعدينا، وانما ابدا والله يعني ده اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم زار غلاما يهوديا ولنا فيه الأسوة والقدوة صلى الله عليه وسلم فازاي أنا ما زورش ابن حضرتك. ودخلت سلمت على الولد وبصت وديته الهدية وتصورت معاه. ففوجئت بهذه المرأة بتقول لي ايه؟ بتقول لي والله يا شيخ محمود ده احنا بنحبك ومتابعين برامجك كلها، حتى بالأمارة حضرتك في يوم الاثنين اللي فات كنت بتتكلم عن كذا. فعرفت فعلا انها صدقة لان انا فعلا كنت بتكلم في الموضوع ده خدت بالك. فاذا بتتالف قلوب الناس حتى لو كانوا غير مسلمين. ولما دخلت على الغرفه الثانيه برضه لقيت الناس في قمه السعاده بهذه الزياره، وده من باب يا جماعه ان احنا تاليف القلوب بنيه الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، يبقى زياره المرضى. طيب من ضمن المواساه ان لو مسلم مات بتروح تغسله تصلي عليه، لو مالكش في الغسل بيجيب حد يغسله او اي حد يجيب، يعني المهم ايه في النهايه ان احنا نستر المسلم ده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني في الكبير باسناد حسن، وانا بوضح لك اوجه الخير اللي ممكن تعملها علشان في النهايه تعرف ان اي خير بتعمله للغير والله يا جماعه الاجر لا يخطر على قلب بشر. النبي بيقول ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فستره ستره الله من الذنوب. اللي يغسل ميت ويستره ستره الله من الذنوب، ومن كساه
اللي يكسي بقى مسلم ميت يعني، يعني يجيب له الكفن مثلا على حسابه مثلا، ومن كساه كساه الله من السندس في الجنة يعني. طيب حديث الثاني رواه أحمد بسند صحيح. طب انت بقى غسلت او شاركت بغسله او حتى جبت حد يغسله او جبت الكفن، يعني عملت خير اهو وخدت الاجر الكبير ده. طيب هتروح بقى تصلي عليه وهتروح الدفنة، تاخد قد ايه؟ تاخد قيراطين من الحسنات، القيراط الواحد في حجم جبل احد. ايه الدليل؟ خد الدليل بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. حديث رواه احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تبع جنازه، خد بالك، حتى يصلى عليها كان له من الاجر قيراط من الحسنات، ومن تبعها حتى تدفن كان له قيراطان، القيراط مثل احد. القيراط قد جبل احد بفضل الله سبحانه وتعالى. في حديث ثالث عجيب جدا حسنه الشيخ الالباني رحمه الله رحمه واسعه انه قال: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الجنة. عرفت إن واحد مات له ميت، خد بالك أنت ممكن ما تروحلوش في الفرح، ما يفرقش معاه كتير. يعني لو أنا مثلا فرح بنتي، اللي يجي يجي واللي مش عايز يجي الله يكون في عونه. إنما لو حد ميت لي يصعب علي أو إن ما حدش يجيني. واضح يا جماعة؟ ففي مسائل العزاء بالذات لا، لازم تروح، ده واجب، لازم تروح وتعزي. في الفرح ممكن تعتذر، والله ألف مبروك يا حبيب قلبي وربنا يبارك لهم ويتم لهم على خير ويرزقهم بالذرية الصالحة، سامحني عندي ظرف، يقول له ربنا يبارك فيك كفاية اتصالك، واخد بالك؟ ويا حبذا لو بعت هدية مع حد كده فلان بيقول لك ألف مبروك بس معلش عنده ظروف، هو هيعذرك. إنما في العزاء سامحني ما حدش هيعذرك، يعني دي مصيبة والإنسان بيبقى قلبه مكسور، فلازم تكبر بخاطره. فشوف النبي بيقول ايه؟ بيقول: ما من مؤمن يعزي اخاه بمصيبه الا كساه الله من حلل الجنه. مش بقول لك لما تيجي تعمل خير لنفسك الاجر محدود، توزع الخير لغيرك؟ طب ليش معنى؟ مش معنى لما اوزع الخير لغيري يبقى الاجر كبير؟ عشان يبقى في تآلف بين قلوب المسلمين، عشان المسلمين قلوبهم تتآلف ويحبوا بعض. شوف شوف حرص الاسلام على جلب روح الموده والمحبه بين الناس، الا كساه الله من حلل الجنه. من ضمن المواساة برضو الجميلة جدا جدا واللي أتمنى أنها تنتشر أكتر وأكتر، والحمد لله منتشرة، بس نتمنى تزيد أكتر، مواساة اليتامى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري: أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين. الله أكبر، أو هكذا يعني، بيقول أنا وكافر اليتيم مع بعض في الجنة كده صلى الله عليه وسلم. والرجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح، يقول له: يا رسول الله إني أشكو قسوة في قلبي، قلبي قاسي، مش قادر استوعب، مش قادر احس بلذة القرآن ولا لذة الصلاة، حاسس بقسوة في قلبي. يوم النبي يقول له ايه؟ خد بالك، هو بيقول له عايز حاجة اعالج القسوة بتاعت قلبي. يوم النبي يديله حاجتين، ودايما كان النبي كده على فكرة، يعني ايه؟ يعني لما واحد يروح يسأل النبي حاجة كان النبي يديله حاجتين. المرأة ترفع صبيا صغيرا لها وتقول له: يا رسول الله ألي هذا حج؟ فيقول لها: أجل ولك الأجر، مع أنها ما سألتش عن الأجر، خد بالك. واحد يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ماء البحر، هل هو طهور ينفع نتوضى منه؟ يقول له: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، لأنه ما سألش غير سؤال واحد. يوم النبي مديله إجابتين، دايما كده كرم النبي عليه الصلاة والسلام. واحد جاي بيسألك أنت كرجل عالم، يعني بالنسبة للصلاة الخمسة السنن بتاعتها قد ايه؟ فبتقول: والله السنن بتاعتها يا اخي 12 ركعه، اللي يصليهم في اليوم والليله يتبني له بيت في الجنه، والدليل على ذلك ما رواه الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في اليوم والليله 12 ركعه بنى الله له بيتا في الجنه. لا، وخد بالك بقى، فوق ده كله بقى في حاجه كمان غير الرواتب دي اسمها النوافل، اللي هي قيام الليل. لما تصلي قيام الليل دوت يعني فضل كبير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل قال له: واعلم يا محمد ان شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. وخد بالك ده النبي عليه الصلاه والسلام قال: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم ايقظ الى اخر الاحاديث. هو بيسالك عن الرواتب ثم تدي له الراتب والنوافل، بيسالك عن صيام الفريضه تدي له صيام الفريضه والنافله، بيسالك عن بعض التفاصيل في الحج تدي له الحج والعمره، وهكذا. لازم تكون كريم في العطاء حتى عند السؤال، هكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم. الراجل بيقول له: يا رسول الله أشكو قسوة في قلبي. قال: أتحب أن يلين قلبك وأن تدرك حاجتك؟ قال: أجل يا رسول الله. شوف قسوة، قال له: لا، تحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ قال: أجل يا رسول الله. قال: أطعم اليتيم.
خد بالك، قال ارحم اليتيم واطعمه من طعامك وادنه منك وامسح رأسه وافعل كذا وافعل كذا يلن قلبك وتدرك حاجتك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يذكر ان كان رجل صياد سمك، صياد السمك ده كان قاعد يروح يصطاد يومين مش لاقي ولا سمك ومش عارف يصطاد خالص. ففي يوم من الايام خرج وولاده جعانين بقالهم يومين، فراح وسمى بسم الله ورمى الشبكة، ما شاء الله طلع عدد كبير من السمك، وربنا أكرمه خد السمك وراح السوق وباع السمك وجاب أكل زي الفل عشان ولاده يأكلوا، بقالهم يوم ما كلوش. وهو راجع لقى امرأة بتبكي، قال علام البكاء؟ فقالت عندي بنات يتامى ولم يأكلن منذ 3 أيام. فالرجل قلبه رق، قال يعني أنا زعلان عشان ولادي ما كلوش بقالهم يومين، طب دول يتيمات وبقالهم 3 أيام ما كلوش، والله هم أولى بالأكل ده. خد بالك كان ممكن يقسم الأكل بينه وبينهم، لكن لا لا لا، قال لا خلاص خد الطعام ده وأنا ربنا سبحانه وتعالى يرزق أولادي. وهو راجع وزعلان جدا عشان الست ديت، وبرضه زعلان عشان أولادهم يعني ما فيش أكل. وهو راجع وقبل ما يدخل البيت لقى واحد بينادي عليه، يا فلان. فرد عليه أيوه. قال له أنت فلان؟ قال له أيوه. قال له الحمد لله ان انا لقيتك. قال له خير؟ قال له والدك كان مشارك والدي في مشروع كبير جدا، وبعدين والدك لما توفي وانتوا عزلته والدي رجع من السفر يبحث عنكم مش لقيكم، وعايز يدي والدك فلوسه وارباحه مش عارف يوصل له. انا استثمرت لك الفلوس ديت طوال السنوات اللي فاتت ديت، وانا بسأل عليك لحد اما ثروتك اصبحت ما شاء الله ثروة كبيرة جدا جدا، وقد احضرتها معي لما عرفت عنوانك. فرح واخد الثروة دي وبقى غني، وربنا وسع عليه وعلى أولاده وعلى أسرته بسبب إكرام اليتامى. قصة جميلة جدا أوردها الإمام الذهبي رحمه الله رحمة واسعة، أن امرأة عربية شريفة في يوم من الأيام كانت عايشة مع زوجها، وزوجها ده كان غني وكان عندها بنات ما شاء الله 3 أو 4 بنات، وكانوا عايشين عيشة جميلة جدا. الزوج مات، قعدت تصرف من الفلوس المتبقية لحد ما الفلوس خلصت وافتقرت هي وبنتها. زي ما تقول إحساسها بأن ممكن الناس يشمتوا فيها، خصوصا أن في بعض الناس ربنا يعافينا وعافيك أصحاب نفوس تعبانة قوي، لما واحد يحصل له حاجة مش يواسوه، طب بلاش تواسيه، على الأقل ما تشمتش فيه، لا لازم يشمت فيه. فالناس هتشمت فيه، خافت من شماتة الناس وخافت على نفسية بناتها، راحت واخدها ومطلعة من البلد خالص. نزلت بلد تانية بعيدة، فلما نزلت أول ما فعلته قامت نازلة وحط بناتها في المسجد وخرجت تبحث لهم عن الطعام وعن القوت. فلقت رجل شيخ مسلم ومعاه طلاب علم كده حواليه، فدخلت عليه السلام عليكم، قال لها عليكم السلام. قالت له أنا امرأة مسلمة شريفة وعندي بنات يتيمات وأريد بس فقط طعام لهذه الليلة، بقالهم يومين ما كلوش. رد عليها الشيخ وقال لها وما يدريني أنك مسلمة شريفة، عايز أقول لها يعني لما أنت ممكن تكوني متسولة ولا ممكن تكوني أي حاجة يعني. فقال لها أقيم عندي البينة أنك مسلمة شريفة. قالت له أنا ما فيش حد في البلد هنا يعرفني، كيف أقيم البينة؟ قال لا حاجة لك عندي، مالكيش عندي حاجة. ومش وسبها شويتين لقيت رجل، وهتتعجبوا وما تستعجلوش اسمعوا القصة الأخيرة. لقيت رجل مجوسي جاي كده ومعاه زمايله وحبايبه، فدخلت سلمت عليه فرد عليها السلام. قالت له أنا امرأة مسلمة شريفة وعندي بنات يتيمات ولا أجد لهم قوت اليوم، أنا مش عايز مني غير قوت اليوم. قال لها أين البنات؟ قالت له في المسجد الفلاني. قال لها خلاص اذهبي إلى المسجد وسأرسل لك زوجتي الآن. راح الرجل المجوس ده كلم زوجته قال لها في امرأة شكلها كده يعني بنت ناس يعني ارحموا عزيزة قوم من ذل، فروح هاتيها وخديها أعديها معك في البيت وأكليها وشربيها واتيها كل عايزة. راحت زوجة هذا الرجل إلى المسجد وخدت المرأة ديت وبناتها الثلاثة وودتهم البيت ودخلتهم الحمام، اغتسلوا ولبستهم لبس جديد من عندها وأكلتهم وشربتهم وقضت معهم إيه؟ قضوا معها الليلة ديت. في نفس الليلة ديت الشيخ المسلم يرى في المنام كأن القيامة قد قامت، خد بالك. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بجوار قصر في غاية الروعة والجمال، فقرب منه فبيقول له لمن هذا القصر يا رسول الله؟ هل لنبي من الأنبياء أم لولي من الأولياء؟ فقال هذا القصر لرجل مسلم شريف. فقال له أنا يا رسول الله، أنا رجل مسلم وشريف. قال أقم عندي البينة
على أنك مسلم شريف؟ فقال له ليس هنا أحد يعرفني. قال سبحان الله، وكيف كانت المرأة المسلمة الشريفة تقيم عندك البينة على أنها كذلك؟ القصر ليس لك. الرجل قام من النوم مفزوع، مفزوع، فين المرأة دي، فين بناتها، مش عارف ايه. قعد يسأل الناس، قالوا ده راحت بيت رجل المجوسي وباتت عند زوجته، وهي وبناتها بيتين مع زوجة هذا الرجل. راح طرق الباب على الرجل المجوسي فطلع له بره، فقال له اين المرأة المسلمة؟ قال مع زوجتي هي وبناتها. فقال له اريدها وخذ من المال ما تريد. قال له لا حاجة لي الى مالك، فوالله لن اتخلى عنها ابدا، وش ممكن ابعتها لك. قال له لا ده انا لازم. قال له بص، القصر الذي رأيته أنت في المنام رأيته أنا أيضا، وقد أخبرني النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن القصر من حظي ومن نصيبي، فوالله ما أصبح علينا الصباح إلا وقد أسلمت أنا وزوجتي وأولادي على يد تلك المرأة المسلمة الشريفة، فالقصر ليس لك وإنما هو لي. ندم الرجل على هذا الفعل أنه تقاصر عن إكرام بهؤلاء البنات اليتيمات. هكذا يا جماعة، إكرام اليتامى، إكرام اليتامى. شوف كفاية أن أنت يعني سبحانك يا ربي، الواحد متخيل أن يشوف النبي ولو مرة في المنام، فتخيل بقى لما يتقال لك يعني ده أنت هتكون مع النبي في جنة كمان. أنا وكافي اليتيم في الجنة، هكذا سبحان الله. وبعدين يقول لك بقى أنا وكافي اليتيم له أو لغيره في الجنة كهاتين، يتيم له أو لغيره. ما هي ممكن تكون امرأة فاضلة متزوجة، جوزها يموت، بناتها بقى أو ولادها بقى يتامى، فهي قعدت على أيتامها تربي أيتامها. يا سلام، يا سلام على أمهاتنا والنساء بتوع زمان اللي كانت الوحدة، سمحوني يعني، وإحنا لا نحرم طبعا الزواج لغير ذلك، لكن كانت المرأة تتزوج وتنجب، فإذا مات زوجها تقول لك خلاص الحمد لله رب العالمين، أقعد بقى أخذ ولادي في حضني وربيهم، هم دول كنزي، هم دول حياتي. سبحان الله، ربنا يا رب يرحم أمهاتنا ويرحم هذا الجيل الفريد الجميل، ربنا يبارك في جميع رب العالمين. من ضمن المواساة الجميلة إدخال السعادة والسرور على كل الناس من خلال البسمة. حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح، تبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة. هتخسر إيه؟ ابتسم في وش الناس على قد ما تقدر، اكرم الناس، ربنا يبارك في عمرك يا رب العالمين. الأطباء بيقولوا إيه؟ بيقولوا البسمة لا تحتاج إلا إلى عضلتين فقط، عشان إيه الوش كده يتفرد يعني. أما التكشيرة، شوف البسمة لا تكلف، والتكشيرة هي اللي بتكلف. وزي ما بيقولوا يعني سامحوني يعني على التعبير ده، يقول لك التكشيرة يأثر العمر، واخد بالك، هو ما بيأثرش الحاجة، بس هو فعلا يعني إيه يخلي الإنسان حياته كئيبة أو صعبة جدا. سبحان الله، يقول لك بقى البسمة تحتاج لشغل عضلتين، التكشيرة عشان تعرف تكلكعها وتلغبطها يقول لك محتاجة 14 عضلة. سبحان الملك، حاجة عجيبة بجد والله عظيم. مش هكلفك حاجة، انت بتتبسم الآن وممكن يكون ملايين شايفينك دلوقتي، كل واحد من ملايين دول شايفينك وانت مبتسم، فهو في الميزان حسناتك، تبسمك في وجه أخيك صدقة. من ضمن الأشياء أيضا الهدية، من ضمن الأشياء التي تواسي بها الناس. أحيانا يكون إنسان فقير وبسيط وعمره ما حد اداله هدية، لأن من المتعارف عليه بين بعض الناس إن ما دمت هدي هدية فأنا بديها لواحد يملك إن يردها لي في يوم من الأيام، واخد بالك، والدنيا هات وخد. طبعا المنطق ده مش منطق إسلامي، أنا لما بدي الهدية بديها خالصة لوجه الله، بصرف النظر اللي هديله الهدية ده هيردها لي ولا مش هيردها لي، أنا مش منتظر إنه يردها لي، وإلا يبقى أنا إنسان ما بتعاملش بمروءة. لا، المروءة تقتضي على أن أنا لما أدي هدية لحد أديها ولا أنتظر الرد، وأتحرى بالهدية من يحتاج إليها. ما يبقاش راجل وزير ولا رئيس وزراء والدنيا كلها عمالة بتهديه عشان المصالح، هو مش محتاج هدايا. يعني ده كان في النظام السابق، كانت الهدايا بتاعتهم كانت عاملة إزاي، حاجات عجيبة جدا. واحد يهادي واحد بقصر، واحد يهادي واحد بتمثال ذهب، 2 كيلو ذهب، تخيلوا هدايا، خد بالك. سبحانك يا رب، هو مش محتاج هدايا، وفي أسر مش لاقية تاكل، وناس عايشة في العشوائيات، وناس بيقولوا يا رب بس 1000 جنيه نحل فيها مشاكل حياتنا كلها، وده راجل ممكن يكون بيجي له هدايا يوميا ب2 مليون جنيه، وأسرة محتاجة 1000 جنيه تحل مشاكلها. فهكذا تهادوا تحبوا، سبحان الله، كما عند أبي يعلى بإسناد الحسن، الحديث كله من كلمتين،
كلمة بتمثل العمل وكلمة بتمثل الثمرة. تهادوا، قدموا الهدية، تحب ويحصل المحبة بين المسلمين. وجرب بقى، جرب. يعني أنا عايز أقول كلام النبي لا يجرب، بتفعله بيقين، لكن بقول لك جرب. إن أنت لو رحت لواحد هو زعلان منك أو متضايق منك أو في مشكلة بينك وبينه، خد هدية واديها له وشوف قلبه عامل إزاي. هتلاقي القلب يتحول 180 درجة، 360 درجة بفضل الله سبحانه وتعالى. واحرص بقى وخليك ذكي ان لما تقدم هدية لحد، قدم هدايا تبقى فترة طويلة علشان ما ينسكش ابدا. يعني قدم له مثلا ساعة حائط، منبه عشان يوقظه للصلاة، تدي له مثلا زجاجة عطر، لا زجاجة عطر تخلص بسرعة، مصلية، موبايل، مروحة، مجموعة كتب، زي ما قلت لك حاجات ايه كل ما هو يشوفها يتذكر. حطيت له مثلا ساعة حائط، كل ما يبص على ساعة الحائط يقول اه سبحان الله دي كانت هدية من فلان حبيبي، والله ربنا يبارك في عمره. اديته مثلا موبايل، كل ما يتصل او حد يتصل بيه يبص في الموبايل يفتكر ان انت اللي اديت له هدية. جبت له حاجة مثلا سجادة صلاة، كل ما يصلي عليها يفتكر ان انت اللي اديتها له. وهكذا حاول تقدم هدايا تبقى فترة طويلة عشان الانسان ده تدوم المحبة بينك وبينه، مش عشان تزله. يعني كل ما تخش بيته تقول له فاكر الساعة دي اللي انا جبتها لك مش عارف سنة كام، وفاكر المصلية، يا اخي ده انت لحم خير كتافك من خيري، وتقعد تزل فيه. لا، يعني الزل ده مش مطلوب، ده لازم ان انت تطبع الاحسان باحسان. حتى يعيش الإحسان لابد أن تتبعه بإحسان. من ضمن الأشياء الجميلة جدا الثناء على الناس. تقول لي مش النبي نهى عن المدح؟ النبي نهى عن المدح بالكذب أو المبالغة في المدح بالصدق. يعني مثلا لقيت أخ ليك من دعاة الأمة قدم محاضرة جميلة على إحدى القنوات، إيه المشكلة أن يبقى فيما بين الذوقيات والأدب الجميل ده؟ ايه اللي يمنع ان انا ارفع سماعة التليفون واقول له لا فض فوق يا اخي، ما شاء الله، جزاك الله خيرا، والله يا اخي محاضرة قيمة، زادك الله علما يا اخي، ربنا يبارك في عمرك. تتآلف القلوب، ما يبقاش في احقاد، ما يبقاش الواحد قاعد واخوه بيدي محاضرة ويتمنى يمسك له غلطة عشان يطلع تاني يوم يشنع ويشهر بيه. وده موجود طبعا، ربنا يعافينا ويعافيك يعني، وبكثرة. واخد بالك الواحد بيحزن لما يشوف نفوس بالمنظر ده. ايه اللي انت تخسره؟ الواحد بيتمنى ان ربنا يوفق كل دعاة الامه، لانه في النهايه الكل بيصب في بوتقه واحده، ان ربنا سبحانه وتعالى يجعل الناس ديت سبب لهدايه المسلمين وغير المسلمين. ما هو لما ربنا يستخدم داعيه ويكون ليه قبول في قلوب الناس وربنا ينفع بيه ويكون هدايه الناس على ايديه، ما انا نفسي بنتفع. الناس اللي هيهتدوا على ايدين اخي الداعيه هيسمعوني انا كمان، وهاخد ثواب ان هم بيسمعوني. واخد بالك؟ ومن ناحيه هو ياخد ثواب وده ياخد ثواب وده ياخد ثواب، والكل يكمل بعض. انما النهارده يعني سبحان الله ايه 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 كميه الاحقاد البشعه اللي موجوده على الساحه دي، حاجه والله الام. لان كل ده ناتج عن ان ما سامحوني قله التربيه دي مصيبه كبيره. ان النهارده نحن نفتقد الى الداعيه المربي، مش داعيه فقط بيقول معلومات او بيقول شويه حاجات، لا، عايزين داعيه يربي ويأصل في نفوس الدعاء والعلماء والمشايخ ان ما حدش بياخد رزق حد، وان بالعكس انا بعتبر، اقسم لكم بالله، بعتبر ان من علامات نجاح اي داعيه ان يكون سببا في نجاح اخوانه الدعاء. ايه المشكله؟ انا كنت يعني في الفتره السابقه في المساجد، لما كنت بنزل المساجد كنت لما ادي الدرس كنت مثلا اجي اتكلم في نقطه معينه اقول لهم النقطه ديت يعني ادلكم على شريط الشيخ فلان اتكلم فيها حلو قوي، اشتروا الشريط ده واسمعوه، والنقطه دي ادلكم على الكتاب الفلاني للشيخ فلان، ما شاء الله يعني احسن وابدع في هذا الكتاب. كان الاخوه يقولوا لي اكتر حاجه استفدناها من المحاضره ثناءك على اخوانك الدعاء وحبك ليهم، لان احنا كنا ما بنشوفش الحب ده بين كتير من الدعاء. قلت لهم الاصل في اي داعيه ان احنا كلنا اخوه، وان احنا نعين بعض ونساعد بعض ونثني على بعض ونحاول ان احنا ننجح بعض، علشان في النهايه المصلحه واحده، احنا عايزين هدايه البشر وهدايه المسلمين وغير المسلمين، فلازم نكون عونا لبعض بدل ما نفتن الناس في دينهم. لما يلاقوا يعني اصعب حاجه بتمر على المسلمين في هذا الزمان ان يفتحوا قناه لو الشيخ فلان بيسب في الشيخ فلان، وفلان بيبدع فلان، وفلان بيفسق فلان، بيقولوا اعوذ بالله، لما دول مشايخ بيعملوا كده امال احنا نعمل ايه؟ صح يا جماعه؟
فعشان كده بيقول رفقا رفقا ببعضكم، حبوا بعض، حبوا بعض وحبوا الخل بعض. والله الذي لا إله غيره لا في حد هياخد رزق حد ولا في حد هيمنع الرزق عن حد. في النهاية وفي السماء رزقكم وما توعدون. لو عندك يقين وانت بتعلم الناس اليقين، عيب ان ما يبقاش عندك يقين. لو عندك اليقين ده هتكون سعيد جدا جدا بنجاح اخوانك، ودي علامة من علامات الاخلاص، ان اي انسان مخلص يسعد بنجاح اي موهبة طلع في الصف الاسلامي ربنا يفتح بها القلوب. تثني على الناس، تثني على بيتهم. لو دخلت بيت واحد تقول له ما شاء الله بارك الله، اللهم بارك يا رب العالمين، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، البيت ذوقه جميل جدا، ما شاء الله، واضح ان حضرتك استاذ في يعني اختيار الاثاث والديكور، و الراجل يبقى مبسوط جدا. حتى لو قاعد في بيته مش مبسوط يسعد بالكلمات ديت وتثني عليه. لما زوجته عملت اكل وانت معزوم على الغداء وتحط الاكل تقول له ما شاء الله، والله ربنا يبارك لك في زوجتك، ما شاء الله نفسها في الاكل جميل. خد بالك، شفت اخ ليك لابس لبس جديد تقول له ما شاء الله اللبس هينطق عليك، ما شاء الله يعني ذوقك في اللبس جميل جدا. واحد حاطط عطر تقول له الله ايه ريحه العطر الجميل ده. الكلام ده مش كذب يا جماعه، ده الكلام ده من اجل ايجاد روح المحبه بين المسلمين. احنا ما بنوصلش لموضوع الاطراء ولا في نفس الوقت يبقى في قله ذوق. ما يبقاش واحد عمال يقول لك ايه والفازة دي اشتريتها من المكان الفلاني وده جبته مش عارف ايه والانتريه ده مش عارف ايه، وانت عمال تقول ايوه هو بيقول لك كده ليه؟ علشان تقول له كلمه حلوه، ما شاء الله بارك الله فيك، ربنا يبارك لك في بيتك، ربنا يوسع عليك، ما شاء الله ذوقك زي الفل، وهكذا. تثني على الناس، هذا من الاشياء الجميله التي حضنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولياتي الى الناس الذي يحب ان ياتوا اليه. اعمل مع الناس اللي انت تحب ان يعملوا معاك. تحب الناس تعملك ايه؟ يعني انت قاعد مثلا، هب ان انا مثلا عملت كتاب جديد واتمنى ان اخ من اخواني الدعاء يقول لي ما شاء الله قرأت الكتاب والكتاب جميل. طب ما بدل ما استنى ان هو يقول لي، طب ما انا لو اعلم ان هو عمل كتاب حلو فعلا اتصل بيه اقول له بارك الله فيك يا اخي، ما شاء الله، والله الكتاب الاخير اللي كتبته ما شاء الله جميل جدا جدا وقدم مادة محترمة. يبقى انت عملت معاه حاجة انت تتمنى يعملها معاك فيما بعد، صدقني هيعملها معاك وربنا هيصل لك. ليه؟ بتشجعوا بعض وبتعينوا بعض على الخير. خد بالك من ضمن الاشياء ايضا ادخال السعادة على الوالدين وعلى الزوجة وعلى الاولاد وعلى الارحام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من سره ان يبسط له في رزقه وان ينسأ له في اثره فليصل رحمه. قلنا يا جماعة زيادة الرزق وزيادة الاجل واردة، الرزق ممكن يزيد، ممكن يزيد فعلا بالطاعه، وممكن الانسان وان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، وان كان الحديث فيه مقارده للامانه العلميه. خد بالك حديث رواه احمد باسناد صححه الشيخ احمد شاكر وضعفه الشيخ الالباني، فبقول الحديث فيه مقال. فالشاهد في الموضوع ان 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 فعلا ممكن الرزق يزيد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمره فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيلو خبث الحديد والذهب والفضه. مع ان انت في الحج بتدفع فلوس وفي العمره بتدفع فلوس، لكن الحج والعمره من اسباب زياده الرزق، اما زياده معنويه واما زياده حسيه، اما ان ربنا يفتح لك باب من ابواب الرزق، واما ان ربنا يبارك لك في الرزق اللي عندك فيصبح قيمته بقيمه اضعافه ودي زياده في الرزق، واما ان ربنا يرفع عنك بلاء كان نازل هيكلفك. بلاء نازل ابن هيحصل له حاجه هدفع له 50,000 جنيه عمليات، اترفع البلاء. واخد بالك؟ وهكذا. وفي قول ثاني كما نقله الإمام النووي رحمه الله رحمة الله وسعه في شرح صحيح مسلم، إنه قال القضاء نوعين، قضاء مبرم وقضاء معلق. القضاء المبرم ده اللي ما فيهوش كلام، اللي هو ما كان في أم الكتاب عند الله سبحانه وتعالى، قال جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يبقى في محو إثبات، ده فين؟ ده في علم الملك. أما ما عند الله سبحانه وتعالى وعنده أم الكتاب لا محو ولا إثبات، خلاص الموضوع مقفول ما فيهوش أي تغيير. كأن الله عز وجل يقول للملك خد بالك فلان الفلاني عمره 60 سنة، فلو وصل رحمه يبقى عمره 70 سنة، ولو لم يصل رحمه يبقى عمره 60 سنة، والله يعلم مسبقا أن هذا العبد سيصل أم لم يصل. واضح؟ هو ده بيسموه إيه؟ زيادة العمر. ده زيادة، أن ربنا فعلا يزوده 10 سنين من عمره مثلا أو 20. وممكن تكون المقصود بالزيادة هو البركة في العمر، ان ربنا يرزقك بركه في العمر بحيث ان انت تعمل فيه سنوات محدوده ما يفعله غيرك في سنوات طويله طويله.
واضح. طيب من ضمن أيضا المواساة إدخال السعادة على الجيران والأصدقاء والخدم والفقراء. شوف النبي كان بيعمل إيه مع أهل الصفة، كان كل لما يجيله طعام أو أي حاجة يرسلها لأهل الصفة. يوم ما لقى اللبن دجاله في القدح قال لأبو هريرة أرسل إلى أهل الصفة حتى يشربوا معنا من هذا اللبن. شوف كان بيعمل إيه مع الصحابي الجليل زاهر، الحديث رواه الترمذي بسند الحسن. زاهر كان رجل يعني دميم الخلق، لكنه كان يعني امتلأ قلبه إيمانا ويقينا. في يوم من الأيام وقف في السوق عمال بيشتري بيبيع ويشتري، فقال من يشتري هذا الثوب؟ حب النبي يبر بخاطره، راح جاي من وراه وراح مغميه وقال ومن يشتري هذا العبد؟ فهو مش عارف مين اللي ماسكه، فبص فحس ايه بلين يد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس بن مالك ما مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف النبي. فبيتدور لقى النبي عليه السلام فقال له إذا تجدني كاسدا يا رسول الله، يعني أنت بتقول من يشتري هذا العبد؟ ده أنا زي ما يجيبش فلوس. قال غير أنك عند الله لست بكاسد، وفي رواية بل أنت غال عند الله. الله. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بسند صحيح، اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا أو توفني مسكينا، خد بالك بقى، واحشرني في زمرة المساكين. شوف المواساة، بيقولهم ما تزعلوش يا مساكين ويا فقراء ما تزعلوش، ده أنا وأنا سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، ده أنا بدع ربنا إن ربنا يحييني زيكم مسكين ويتوفاني وأنا مسكين ويحشرني معاكم في زمرة المساكين. من باب جبران الخواطر لهؤلاء الفقراء، عشان ما يقولوش ده النبي بقى ما بيصحبش غير الأغنياء وما بيحبش غير الأغنياء، لأن لو النبي قال اللهم أحيني غنيا وتوفاني غنيا واحشرني في زمرة الأغنياء، كان الفقراء راحوا في رجلين وكانوا نفسيتهم باظت. وكان بقى سنة عن النبي عليه السلام ان احنا بقى كدعاء ما نصاحبش غير الاغنياء، واخد بالك. انما من رحمة ربنا سبحانه وتعالى ان النبي كان يحب ان يصحب المساكين، وكان يدعو اللهم احيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. من ضمن ايضا المواساة الرفق بالعمال. اديك مثال بسيط، داخل تمول عربيتك في بنزينة، الشاب اللي واقف بيمول لك عربيه بنزين، تعرف ان في شباب منهم، والله العظيم يا جماعه وبصدق، والله العظيم في شباب منهم واخدين بكالوريوسات وليسانسات مش لاقين شغل، والله يسامحهم بقى النظام السابق اللي دمروا شباب المسلمين. شاب واقف يقول لي والله يا شيخنا انا واخد بكالوريوس وبحضر ماجستير بس اعمل ايه مش لاقي شغل، فواقف بيملى بنزين. في ناس ربنا يهديهم بيتعاملوا مع الناس دي، مع الشباب دي، بعجرفة وحاجة مش ممكن، افتح له تانك بتاعه ويفتح له سنة من الإزاز كده وسامحوني وبشيء من الكبر يلا املى مش عارف 92 وشاف ايه فاهم ازاي، ويخلص يرمي له الفلوس كده من الشباك. ليه يا اخي ليه؟ حتى لو كان ده الراجل ده يعني بيعمل يشتغل في اي مهنة ما دام حلال ما تحترمه وتعينه على اللقمة الحلال، بدل ما تخليه واقف عمال يعني من جواه بيغلي ويقول يا ربي ليه يعني خلتني اشتغل شغلانة زي كده، ليه تخليه يعترض على قضاء الله؟ خليه راضي بقضاء ربنا وسعيد بشغلانته دي. انا واحد من الناس لما اخش بنزينه افتح الازاز على اخره، السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ محمود عامل ايه؟ ازيك يا حبيبي عامل ايه؟ ازاي اخبارك؟ ربنا يعينك يوسع عليك ويرزقك الحلال الطيب و و ودعوتين وكلمتين حلوين وبسمه و وبعد اذن حضرتك لو سمحت عايز بس افول العربيه. جزاك حاضر يعني حاضر 90 ولا 90 او 92 وبيفول فتقول لي طب عقبال ما افول ممكن بس اسال سؤال؟ اتفضل حبيبي. وندردش مع بعض و طيب فول لك العربيه، لقيت العداد عامل كام مثلا 77 جنيه. مش معقول هتديله 77 جنيه وتقول يعني بالملي، اديله 80 جنيه، اديله 82 جنيه، اكرمه. ده شاب بياكل لقمه بالحلال، مش احسن ما يروح يتسول؟ ادي حاجه موقف مثلا. موقف تاني في اشاره المرور، واقف حضرتك في اشاره المرور، ايه المشكله؟ ايه اللي هتخسره انك تبص للعسكري المسكين اللي واقف في عز الشمس، شمس مولعه فيه وواقف يا عيني بيقضي خدمه ومرتبه يا عيني على القد وعايش فقير جدا، ايه اللي هتخسره من انت تشوف العسكري كده تبتسم في وشه السلام عليكم ربنا يقويك ويعينك يا اخي ويجازيك عنا كل خير، والله انا اعلم ان انت بتتحمل كتير انت وامثالك، والله المفروض ان الدوله تكرم اللي زيك وربنا يكرمك حبيبي. كلمتين ارفع روح المعنويه، ربنا يكرمك يا رب العالمين. لقيت بائع متجول في الشارع بيبيع سلام عليكم وعليكم السلام بكامل الطماطم مثلا ب4 جنيه، ما تقعدش بقى تغلب فيه مش ب3 جنيه مش ب2 جنيه طب مش عارف ايه طب في
يعني البائع المتجول ده مسكين تعبان وليل ونهار عمال يزق في العربية وفي عز الشمس وبيعمل وعبال ما يروح يجيب البضاعة وأحيانا ما يبيعش والحاجة تبوظ عنده. اكرمه اكرمه على الأقل لو مش هتديله زيادة اديله اللي هو طلبه واكرمه. واحنا بنقول برضو البائع المتجول اوعى تغش الناس، اوعى تلعب في الميزان، خليك أمين عشان ربنا يبارك لك وإلى غير ذلك. ولما تشتري منه ادهيله، خد يا اخي الحساب كام؟ 10 جنيه، تفضل 10 جنيه، ربنا يبارك لك يا ابني ويوسع عليك ويكرمك ويرزقك الحلال الطيب ان شاء الله. ايه اللي هتخسره لما تديله؟ لقيت كان ناس في الشارع، ليه تحتقر صاحب هذه المهنه؟ ما هو اللي بينظف لك الشارع انت ماشي فيه، ما ممكن يسيبه لك يبقى الشارع يضرب يقلب زي ما بيقولوا يعني وانت معدي عليه. هتخسر ايه لما تقف جنبه كده؟ السلام عليكم يا حاج، ربنا يكرمك يا رب ويبارك في عمرك. وهو هتزعل انك شغال شغاله زي كده، ده انت 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 بالنسبه لنا حاجه مهمه جدا يعني، ربنا يكرمك، ربنا يوسع عليك ويرزقك الحلال الطيب، وهكذا تدعي له دعوه عشان تشجعه ان هو يستمر. طيب، من ضمن المواساه ادخال الفرحه على المذنبين. انسان اذنب ما تيأسش من رحمه ربنا. شوف امنا ام سلمة لما نزل توبه المولى عز وجل على ابي لبابه، واخد بالك عملت ايه؟ قالت له يا رسول الله دعني حتى ابلغه، حتى ابشره انا بتوبه الله عليه. كانت حريصه جدا ان هي تبشره، يا ابا لبابه لقد تاب الله عليك. فرحته، فرحانه ان هي بتفرحه. الرجل الذي ذهب لكعب بن مالك، كعب بن مالك كان من الثلاثه الذين تخلفوا عن غزوه تبوك، وطبعا كان النبي غضبان عليه جدا هو وصاحبيه، وكان زعلان من الذين تخلفوا عن غزوه تبوك. فلما نزلت توبه الله عز وجل ثم تاب عليهم ليتوبوا كما في سوره التوبه، راح رجل لكعب بن مالك عشان يبشره، وكان سعيد جدا، ووقف على من بعيد مش قادر يستحمل يوصل لحد بيته. قال له يا كعب بن مالك، فسمع قال ابشر، قال فخررت ساجدا لله وعلمت ان الفرج قد جاء من عند الله سبحانه وتعالى. بيقول فلما جاني خلعت له الثوبين اللي انا لابسهم واديتهم له هديه، وما كانش عندي غيرهم، رحت استلفت غيرهم عشان اروح اقابل النبي صلى الله عليه واله وسلم. خد بالك، الرجل اللي قتل 99 نفس لما ذهب الى 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 العابد قفل له الدنيا، قال له ليس لك توبه، راح قتله. انما لما راح للعالم بشره بتوبه الله عليه، قال له من يحول بينك وبين التوبه، ولكن اخرج الارض كذا ففيها اناس يعبدون الله فاعبد الله معهم. مواساه بايه تاني يا جماعه؟ مواساه بحمل البشريات. سمعت ان زميلك في المدرسه او في الكليه نجح، تقول ان شاء الله اكون اول واحد يبشره. سمعتي ان صاحبتك اتجوزت، ان شاء الله اول واحده ابارك لها. سمعت ان جارك ربنا نجاه من حادث، ان شاء الله ابشر اسرته. سمعت ان زميلك رجع من السفر، تروح تبشر اسرته انه رجع من السفر. البشريات الجميله اللي بتبشر بيها اخوانك واحبابك. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص جدا ان يبشر عائشه ببراءه المولى عز وجل لها من حادثه الافك، وبشر كعب بن مالك وقال يا كعب بن مالك أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولادتك أمك. وبشر بعض الصحابة بالجنة، مش العشرة بس يا جماعة المبشرين بالجنة. أنا تتبعت واستقرأت السنة لقيت فيها 40 واحد، مش 40 يا رب استغفر الله، أوردتهم أنا في كتاب يوم في الجنة، 111 واحد بشرهم النبي بالجنة. ده 40 دول بس اللي مذكور أسمائهم، 111 واحد في كتاب يوم في الجنة، 111 واحد بشروا بالجنة، بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ويبشر 4 منهم بأن الجنة هي اللي مشتاق لهم، اللي هم مين؟ علي وسلمان وبلال وعمار. الأربعة بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الجنة تشتاق لهم. وبشر أمته كلها بأن من مات على التوحيد فإنه سيدخل الجنة. آخر نوع من المواساة نختم بها درس النهاردة، المواساة بإماطة الأذى عن الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، خد بالك من لفظ، يتقلب في نعيم الجنة. بسبب ايه؟ بسبب انه نزع غصن شوك كان يؤذي الناس في طريقهم. غصن شوك مرمي في نص الطريق، كل اللي عدي يتخبط فيه، يتقطع لبسه، يشبك في جسمه، فرح زيحه على جنب، شكر الله له وادخله الجنة. حضرتك ماشي في الشارع لقيت ازازة مكسورة، زيح على جنب، يقول لي انا اوطي واشيل ازاز بايديا واحطه على جنب؟ ايوه، انا لو اعلم اني 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 تمنها الجنه انا مش هشيل الازاز بايديا، ده انا الحسه بلساني واشيله على جنب كده بلساني، ما دام ايه؟ ما دام هيبقى الثواب ان انا اخش الجنه. سبحان الله، اي حاجه تدخلنا الجنه نعملها بجد.
ده جنة يا جماعة، جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ده امرأة سقط كلبا، امرأة تتاجر بعرضها كما عند البخاري، سقط كلبا فشكر الله لها وغفر لها وأدخلها الجنة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. أنا اتكلمت على مدى 4 حلقات عن درس بعنوان أبحث عن إنسان. أكيد هنلاقي إنسان واثنين وثلاثة وعشرة ومليون ومئة مليون، وأظن كل مسلم في الدنيا جواه إنسان جميل قوي. اوعى حد يظن، بقول بصدق والله يا جماعة، اوعى حد يظن إن في مسلم منعدم الخير. مفيش، كل مسلم فيه خير، بيتفاوت الخير من واحد للتاني. احنا لو أذكياء نعلي نسبة الخير بإن احنا نبجح لهم أنفسهم. لما تلاقي واحد حتى لو كان شراني قول له: يا أخي ما شاء الله، أنا أشعر إن جواك خير، والله أنا أستشعر إنك إنسان رحيم. صدقني لو هو إنسان شراني هتلاقيه بيقول لك: أنا فعلا جواي خير، والله أنا فعلا عايز أعمل كذا، أنا فعلا أنا فعلا. هتلاقيه بقى حاجة تانية خالص. حاولوا يا جماعة ما تنسوش الفقراء، بالله عليكم ما تنسوش مشروع العشوائيات. كل أسرة غنية تطلع أسرة فقيرة لبيت بسيط، لشقة بسيطة، وتدفعوا لهم الإيجار بس، وهم ياكلوا ويشربوا بمعرفتهم إن شاء الله ويتصرفوا. فاهم إزاي؟ عايزين ما ننساش لبس العيد، لأن أنا قاعد معكم في البرنامج إن شاء الله لحد يوم 24 ويوم 25 سمحوني، يعني لحد آخر الشهر عندي مؤتمر في الكويت، فأنا موجود معكم يعني النهاردة وكده وثلاث أيام كمان بس، ويعني إن شاء الله نلقاكم بعد العيد. فعايزين نوصيكم دلوقتي، شنطة رمضان أوعى ننساها. شنطة رمضان بتدخل الفرحة والسعادة على الفقراء. أنا فاضل لي معيش دقيقتين في عجالة سريعة كده أقول لحد إيه، شنطة رمضان ما ننساهاش. مش عايزين ننسى زكاة الفطر، مش عايزين ننسى لبس العيد. زي ما هجيب لبس لأولادك، نقي أسرة كده معدمة قول له: هات لي بس مقاسات ولادك، خد المقاسات وروح هات لهم. وزي ما هجيب لأولادك هات لهم، أو يا سيدي لو هجيب لأولادك من لبس غالي قوي هات لهم هم لبس يعني برضو متوسط بس دخل الفرحة عليهم. الفقراء دول بالذات سبحان الله ليهم دولة يوم القيامة، ممكن يشفعوا لك ويدخلوك الجنة. اوعى تنسوا الفقراء واليتامى، اوعى تنسوا مستشفى 57 357، اوعى تنسوا مستشفى امراض القلب وزراعة القلب بتاعت الدكتور مجدي يعقوب، اوعى تنسوا مشاريع الخير دي كلها. على قد ما نقدر يا جماعة ربنا يبارك فيكم ابذلوا الخير. واقسم لكم بالله انا عرضت عليكم بعض ابواب الخير، وبقول لكم ان كل ما الانسان بيعمل خير لنفسه الاجر بسيط، انما كل ما يكون الخير للغير كل ما يكون الاجر كبير قوي قوي. ربنا يغنمنا واياكم الخير ونلقى قلوب طيبه، وما ننساش ضحايا الصومال، وما ننساش اخواننا في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن وفي تونس، اخواننا في مصر، وربنا يجمعنا واياكم على الخير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مواقف الإيمان، لأن مواقف الإيمان تبقى لصاحبها على مر الزمان.